اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف انفاس لتسليط الضوء على اهميه دور التكوين المستمر مع ضيفنا مراد الباز، وهو شاب مغربي دخل عالم المقاوله مبكرا ومدير شركه سكيل كومبيس. اهلا وسهلا استاذ مراد، مرحبا بك. شكرا استاذ، شكرا على الاستضافه، سعيد بالوجود معكم في هذا اللقاء. مرحبا الاستاذ مراد، بدايه نعرفوا بالضيف ديالنا والمجال الانشغالات ديالك. مراد باز، انا مدير ديال الشركه ديال التكوينات اللي هو مركز للتكوين ومركز للاشهاد اللي غنشرحوا من بعد، لان كاين التكوين المستمر وكاين الاشهادات. نعم، في نظرك استاذ مراد اين تجلى اهميه التكوين المستمر؟ اظن ان التكوين المستمر مساله مهمه. المصطلح ديال المستمر يعني بان اي شخص مطالب ان حياته كامله ان يكون في تكوين، سواء يعني ما عندناش المشكل ديال العمر او مشكل ديال الوظيفه الحاليه، في ظل التطورات الحاليه، في ظل الرقمنه، في ظل مجموعه من المتغيرات اللي كيعرفها العالم، كنظن بان التكوين المستمر اصبحت له اهميه واهميه كبرى. نعم، بالنسبة لتقنية التكوين المستمر ممكن تقربنا من هذه التقنيات هذه؟ التكوين المستمر كنا كنعرفوه بأن كان كيدار على بطريقة يعني مباشرة، كان من المفروض أنك يكون الطلبة وكيكون الأستاذ، ولكن مع الرقمنة تبدلات ولينا كنشوفوا الواقع الافتراضي والواقع الافتراضي المعزز والتعليم عن بعد، هذه كلها تقنيات. ولكن ملي كنهضروا على التكوين المستمر يمكن يكون تكوين مستمر اللي كيعطي شهادات، وكاين التكوين المستمر اللي كيعطي مام ديبلومات، وكاين ندوات، كاين استشارات، كاين تعلم عن بعد اللي لقينا كاين مجموعه من الشركات اللي كتطرح دروس عن بعد، واللي يمكن ان الانسان حاليا انه من البيت ديالو انه يمكن ليه انه يكون عنده تكوين مستمر على الرغم انه ما كيتنقلش الاماكن ديال التكوين. ولا بغينا ندير واحد الملخص، كاينين الجامعات راه كتعطي شي التكوين المستمر، كاين المدارس الحره كتعطيو التكوين المستمر، كاين مراكز التكوين كتعطي التكوين المستمر، وهذا كله عنده علاقه بالتوجه ديال الشخص، اشنو اللي باغي، واش الهدف ديالو هو الحصول على شهادات اللي هما الاشهاد الانترناسيونال، او الهدف ديالو الحصول على ديبلوم، وفي هذه الحاله خصو يمشي لي زيتابليسمون والمراكز اللي كتعطي ديبلوم، ولا الهدف ديالو هو انه تكوين عادي الشخص، وهذا راه كاين مجموعه من المراكز اللي كتقوم بهذا النوع من التكوينات. في نظرك استاذ مراد شنو العوائق اللي كيصطدم بها التكوين المستمر في المغرب؟ العوائق كنظن بان العائق الاول هو مشكل ديال الوقت. الاغلبيه ديال الناس كنهضر خصوصا على على على, على الشغيله، رغم ان التكوين المستمر راه مهم من اجل رفع المردوديه ديال الشركات، مهم من اجل الرضا الذاتي ديال الموظفين، مهم كذلك من اجل تطوير الشركات. التكوين اصبح مساله مهمه ومهمه بزاف. كاين المساله ديال الوقت، كاين المساله ديال التكلفه، مجموعه من التكوينات اللي التكلفه ديالها غاليه وما كيستطيعوش مجموعه من الناس انهم يوصلوا لها، وبطبيعه الحال هاد العاملين هادو هما اللي كيكونوا العائق ان مجموعه من الاشخاص ما كتكونش عندهم القدره على ان يكون عندهم تكوين مستمر. ولكن كنفتح قوس، في ظل دائما هاد الكم الزاخم ديال المعلومات اللي كاينه، في ظل وجود الويب، في ظل وجود مجموعه من التقنيات الاخرى، كنظن بان التكوين المستمر اصبح امر يعني سهل وفي المتناول لمجموعه ديال الاشخاص. نعم، ويمكن كاينه مجموعه من النماذج ديال التكوين المستمر يمكن تقربنا منها الاستاذ مراد. كنظن بان المغرب غادي في الطريق الصحيح. المغرب في ظل اهتمام مجموعه من الشركات العالميه به كوجهه للاستثمار، اصبحنا كنعطيو اهميه كبيره للتكوين المستمر. كاينه غنهضر لان الاسم ديالها بالفرنسيه، كاينه لا بلاتفورم تي في تي او اللي دارتها الدوله واللي كتسمح بيان سور التكوين عن بعد، كاينه لا بلاتفورم جيني حتى هي من بين، كاين لوفيس اللي هو لوف بيبيتيل ديال حط حتى هو ان كروند بلاتفورم ديال التكوين المستمر. كنظن ان عندنا نماذج كثيره من النجاح اللي بدات كنحسوا بها بان الشركات والقطاع العام عفوا او القطاع الخاص بداوا كيعطوا اهميه كبيره وكبيره بزاف. للتذكير فقط، الشركات الكبرى والبنوك الكبرى اضطرت انها دير اكاديميات خاصه، لان هذا النوع ديال الشركات كان كيمشيو وكيديروا التكوين. حاليا ولات كل هذه من مجموعه من المجموعات الكبار ولاو كيديروا اكاديميات خاصه اللي من خلالها كتقوم بالتكوين ديال العمال ديالها والاطر ديالها.
نعم. وبالنسبه لهاد يعني هاد الموجه ديال الرقمنه يعني غادي تسرع من هاد النماذج هادي ديال هاد التكوين المستمر، لا سيما التطبيقات عن بعد مثلا. في نظرك هل يمكن ان تسرع هاد يعني هاد الحلول الرقميه من التكوين المستمر او التكوين عن بعد مثلا؟ نعم نعم، اكيد. انا كنظن بان المرحله الحاسمه اللي كانت هي المرحله ديال كوفيد 19. نعم. مرحلة فارقة في التاريخ ديال التعلم، لأن نعم. وراء هذه الأزمة وعدم القدرة واستطاعة الشباب أنهم يمشوا للمدارس، طورنا دزنا من يعني اسمحوا لي نقول لكم من الرقمنة 1.0 إلى الرقمنة 4. نعم. مباشرة، يعني كان واحد التهافت واحد الاهتمام كبير. وراء هذا الكوفيد 19 بدا الاهتمام بهذه لي بلاتفورم، كاينين بزاف، ما ندخلوش في لان بوغ دي ريزون دو كونفيدونسياليتي، مي الرقمنه ساهمت بشكل كبير في جعل المعلومه والتكوين يعني متاح للجميع. وكنظن راكم على علم بهذه المتطورات الاخيره ديال الذكاء الاصطناعي. تماما. هذه نقله اخرى اللي خص الذكاء الاصطناعي. واش هو تهديد ولا فيه فوائد اكثر بالنسبه للتكوين والتعليم بصفه عامه؟ الرؤيه ديالنا، لان لا مفر من 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 التطور، لان واحد المرحله تهديدات مره بعض المرات كيقولوا كيحذروا من هذه الخطوره ديال الذكاء الاصطناعي. انا كنظن واحد الفتره من الفترات كان من الصعب التصديق بان غيكون هاتف نقال، وكان من الصعب اننا نفهم. وغنشوف شخص هز هاتف نقال في التسعينات غتجيني بان مساله غريبه، الان اصبحت مساله عاديه. هي مساله وقت، يمكن اننا نستغلوا الذكاء الاصطناعي في الصالح ديالنا، يمكن نستغلوا، يمكن نديروا. كنظن بان تجي الفرصه اننا نتحدثوا على كيفيه التعامل خصوصا في التكوين مع وجود الذكاء الاصطناعي. الخطر ديالو اولا، وخا تنخرجوا شويه على الموضوع، يكمن في ان مجموعه من الوظائف ستلغى، ولكن هذا لا يعني بان مجموعه من الوظائف اخرى سترى النور. إذا التكوين المستمر غيكون قاطرة على أساس أن من خلاله نستغل وجود الذكاء الصناعي من أجل خلق وظائف أخرى، وبطبيعة الحال ستكون وظائف أخرى اللي غتمشي وغتنقرض. إذا حنا خاص تكون عندنا رؤية استراتيجية، لا بالنسبة للشركات، غنهضروا من بعد على الريسكيلينز اللي هي إعادة التأهيل، لأن مجموعة ديال الوظائف غتمشي بوجود الذكاء الاصطناعي، ولكن ما كيعنيش بان الشركات ستقوم بالغاء او بطرد هذوك الاطور ولا هذوك المشغلين. اذا خاص تكون عندنا رؤيه مستقبليه، خاصنا نكونوا مجدين لهذا الذكاء الاصطناعي ونستغلوه، لان عنده فوائد كثيره. وبطبيعه الحال راه ديما كاين الجانب الايجابي وكاين الجانب السلبي في اي تطور تكنولوجي. اذا على ضوء التحليل ديالك الاخير استاذ مراد، كيفاش كتشوف المستقبل ديال التكوين المستمر؟ التكوين المستمر كنظن بان بلادنا الحمد لله، وفي اطار السياسه ديال سيدنا الله ينصرو، بدينا كنستقطبوا وكنالوا الثقه ديال مجموعه من الشركات الكبرى، كنالوا في ميدان الطيران، في ميدان صناعه السيارات، في جميع الميادين. وكنظن بان الا كان عندنا عنصر بشري مؤهل، الجاذبيه ديال الاستثمارات غتكون اكثر، لان الشركات غتحتاج. وفي هذا الاطار هذا انا كنطالب باعطاء اهميه اكثر للتكوين المستمر. كيف ما يكون النوع ديال الاشخاص، يمكن اننا حنا ان يكون عندنا توجه على اساس اننا نطرحوا للشركات العالميه اشخاص مؤهلين، اشخاص ذو مؤهلات عاليه، اللي من خلالها تزاد التنافسيه ديالنا ونكونوا قطب يعني من الاقطاب ديال الاستثمار في افريقيا والبوابه ديال العالم كله بالنسبه لافريقيا فيما يخص هذه الثوره اللي كاينه حاليا. نعم استاذ مراد، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. مرحبا. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، ونضرب لكم موعدا جديد.